مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نكتشفوا واحدة من أعرق المدن المغربية، عاصمة عبدة أسفي. لي سيرفور بروفيسيونيل كيجيو من دول كتيرة بحال أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية باش يركبوا أمواج لو سبوت ديال راس الفعة، لكن في السنوات الأخيرة ولاو حتى الناس ديال أسفي كيتعلموا السيرف وكيهتموا به أكثر من قبل. دي أسفي معروفة بسي بلاج، مي كتر بسون سبوت دو سيرف اللي سميتو راس الفعة. داكور. لو سبوت ديال راس الفعة. سبوت ديال راس الفعة معروف على الصعيد العالمي بارمي لي 10 ميور فاغ في العالم، تخدم بزاف في الشتاء. لان تتكون البحر تيجي كبير ديما تكون في الشتاء كبير. في الصيف تتكون هاد الموجه ولا والو لا لا تتموت الموجه في الصيف تتموت الموجه، وني كاينين دوتغ سبوت دو سيرف بحال لا فاتنا، كاين بالدوزه، كاين سكون ابيل جليدات ما بين الوالديه واسفي، كاينين بزاف تاع لي سبوت فين بنادم يجي يتعلم سورتو التعلم. دابا الصيف مزيان التعلم وفي الشتاء مزيان لي جون بروفيسيونيل اللي عندهم ديجا ان نيفو مزيان. أسفي عندها تاريخ عريق كيرجع للعهد الفينيقي وللقرن 11 فين كانت كتذكر في الكتابات العربية، حتى ابن بطوطة ذكرها في مذكراته الشهيرة. أغلب المآتير غادي تلقاوها في المدينة القديمة وعلى مشارف البحر، أغلبها كيرجع للعهد البرتغالي والقرن 16. وجود البرتغاليين في أسفي تقريبا 200 سنة خلى البصمة ديالو في المدينة. أهم شاهد على هذا التواجد هو لو شاتو دو لا مير اللي تبنى في 1508. أما الآن فأسفي أصبحت مدينة حديثة، اقتصادها مبني على الصيد البحري أولاً لأنها من أهم الموانئ في المغرب، وعلى السياحة لي زوتيل اي لي ميزون دوت موجودين لاستقبال الزوار. أسفي معروفة بالسمك خصوصاً السردين والطاجين ديال الحوت، ومشهورة كذلك بالخزف لابوتخي. هنايا كاينين ورشات كثيرة فين الحرفية والصناع التقليديين كيتفننوا في تقديم أحسن المنتوجات. ما تنساوش ديو معكم ان بوتي سوفنير. حسب المؤرخين صناعة الخزف ظهرت في القرن 12 في أسفي، النشاط زاد فيها في 1920 من اللي تفتحت أول مدرسة ديال السيراميك. من ذاك النهار ما توقفتش لاكتيفيتي في لاكولين دي بوتي، وبالتالي كان من الطبيعي أن المقر ديال المتحف الوطني للخزف يفتح أبوابه في أسفي. اجيو زورو اسفي باش تعرفوا على تاريخها وعلى ناسها، ولا احتاجيتوا لاي معلومات حول المدينه اي بور فوار نو ريكومونداسيون دوتيل ما عليكم غير تمشيو على لو سيت www.maroccogem.com. سلامه.